مهرجان يبرود كثير مهرجان يعني لنا جو صدى. هي بنت يبرود نشأت بيبرود وبعدها بيبرود فتلنا بكل المحافظات السورية تقريبا بعدد كبير منها مو كلها مشان الدقة. رحنا على دار أوبرا دمشق عملنا حفلات أخرى في دمشق. مشاركين بافتتاح مهرجان يبرود الثقافي الثاني برعاية كريمة من وزارة الثقافة. اليوم رح نقدم مجموعة من اللوحات الفلكلورية والوطنية والشعبية اللي لها علاقة بمحافظة ريف دمشق. مشاركين بالكورال يعني أغاني بمناسبة المهرجان الثقافي بيبرود. مشاركين بفقرة غنائية مع جوقة صدى. رح نغني هيك أغاني قريبة من الناس وحلوة ومتمنى هيك ينبسطوا مثل ما نحن جايين عم نغني لهم ومبسوطين.